افتكر احنا متفقين على ان ميعاد العشاء دايما يكون الساعه 8 بالظبط. رغم كده حضرتك جيتي من الملاهي متاخره. واستنيتني ليه لما انت جعان؟ ما اكلتش ليه؟ المساله مش مساله جعان او لا، دي مساله مبدا. تقدر تقولي الساعه كانت كام لما انا رجعت؟ 8:05. يعني 8؟ لا يا هانم ابدا، دي دقيقه واحده تفرق كتير. في الحروب دقيقة واحدة بتقرر مصير أمم، بتفرق ما بين الحياة والموت. عندك حق، عندك حق يا صقر. أنا من دقيقة واحدة كنت هموت من الجوع، لكن دلوقتي شبعت، شبعت خالص. عن إذنك